اليوم حضرنا حفل تسليم وحدة طبية متنقلة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار اتفاقية شراكة. هذه الوحدة الطبية المتنقلة كتوفر على قاعتي العلاجات الطبية، غادي تتوفر كذلك على مجموعة من المعدات التقنوطبية اللي غادي تمكننا من توفير خدمات صحية، من ضمنها الفحوصات الطبية، من ضمنها الفحص بالصدى، عمليات التلقيح، تتبع صحة المرأة الحامل ومراقبة الحمل ديالها، والعناية بالصحة ديال الأم والطفل في جميع المراحل العمرية ديالهم. الوحدة الطبية المتنقلة سوف تشتغل طيلة السنة وفق برنامج زمني محدد. غادي يستافدوا منها دواوير كل الجماعات القروية التابعة لإقليم الفحص أنجرة، وخاصة الدواوير اللي كتبعد على المراكز الصحية، شيء اللي تتماشى مع استراتيجية لوضعها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية فيما يخص تقديم خدمات صحية ذات جودة لفائدة ساكنات العالم القروي. في هذه الفرصة كنقدم جزيل الشكر للسيد عامل إقليم الفحص أنجرة، كنتقدم كذلك بالشكر لشركة كوديا البيضاء إنرجي.